ماشي بعدا نقول لكم شي خير صافي خيب 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 اوكي صافي اوكي يلا سلام سلام زعما التصوير تقليد عليك اقسم بالرب الجليل اللي كذبت عليك يلا سي يلا ولدي بعدا نقول بسم الله صافي يلا دابا لكم اخوتي نقولوا خير راجلي طيب بحال هكا راه شوف هذا الشركه طيب احسن من العيالات كيفاش كاينه اكبر شوفي هادشي دغيا نسلك معترف به شوفي اكبر اللي شاف اكبر اللي شاف رجال ما شفتي ما كنتطور ماشي بحال لا لا بالك بيضه ماما عمرت لك الكوزينه بالمشو كي كتكبل المشو ماما السلام عليكم الحباب ديالنا الله يحفظكم والله ينجيكم وحنايا تنبغيوكم جميع انا وليداتي والجميع تسلم على لي فان ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب وجميع الدول الاسلاميه دابا حنايا جبادي ووليداتو باش غادي يصوب لنا واحد الشيوه اللي قال هادي شحال من خطره غادي نصوب لك بابا واحد الشيوه نصوب كاشير وانا بغيت نغتنم الفرصه وانت نتوما تشاركوها معايا ونشوفوا كي غادي يصوبها لا لا يخطيكم يلا سفيان يلا معايا نشوفوه يلا انا غفله نشوفوا كيفاش أصبحك الله على ولدي الله يحفظك ويجزي الله يحفظك الله يحفظك أجي شنو غادي تصاوب لنا اليوم اليوم سيدي غندير واحد الأكلة اللي صراحة درتكم سوسبانس باش تعرفوا هي هي أكلة معروفة بزاف الناس كاملين تيديروها غير ما عمرنا زعما كليناها حنايا اييه ودرتها شحال من عجبتني على يديك هي كانت جميلة وأنا شاركت تقول لي خطيره والله وانا باش غادي نقول لك واحد الحاجه ها هو دا سفيان غادي نشجلك تصوب لنا هاد الشيوه باش المشاهدين يشوفوها حتى هما غادي يشاركوها معنا ما تشي مشكل انا غسل عين سير الله يحفظك تبارك الله على بنتي ساره اجي 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 توحشتك حبيبه ديالي الله يهدي عليك الله يحفظك يلا نقولوا بسم الله نقولوا بسم الله اجي تقول لنا بعد هاد الشيء اللي شنو هو اللي باش تصوب هادي خاص هادي خاص ندير بالروز نحيد هادي بعدا باش ما طيب الروز ها هو الروز ايوا انا حنايا درنا هاد هاد المهم بسماتي معروف بزاف هي باش نقول لهم حنا الكميه واقيلا اللي جاب ولدي باش غادي نجمعوا عليها حنا واشرف وساره ان شاء الله وليداتي كلهم غادي نجمعوا عليها هادي البصيله ياك بصيله الحامض الحامض هذا شنو هو هذا هادشي هذا هذا الهيل هذا الهيل الهيل وهذا الحامض يابس حامض يابس كويرات صغيورين هذا اليانسون هذا اليانسون هذا اليانسون ماشي ضروري الصراحه انا ما كنديرش اللي كيصاوب الببوش ما عرفش الاقامه ديال الدنيا والدين انا بقيت نشوف فيهم هادو وريقه ديال موسى هذا سيدنا موسى وهذا الزعفران بالطبيعه ماشي زعفران الزعفران ايوا الزعفران الابيض 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 وهذا البزار الكحل وهذا البزار مليحه مليحه هي وجبنه غير مليحه كاينه دابا الروز فاش كنديروه هنا
تنخليه تقريبا واحد الساعه د المدام كيتهفطيا كنخليه ساعه د المدام وفي الماء بحال كيتنفخ ومن بعد تنغسلو بزاف المرات كل مره ما كنحسبش غير وين كنغسلو خمسه سته د المرات كنتخيز منو داك الناشف ديالو حتى كيتغسل مزيان وهكا كيطيب مزيان وكتبقى حتى على حبه ان شاء الله هو اللي كاين الناس قلال يديروا غير نص كيلو بلا كيلو نص كيلو لا الا كانوا غير بيناتهم يديروا نص كيلو عطيني المقاصه اللي جا دابا انا وساره في الدار والدراري كنديروا نص كيلو حتى ما كتبقى لا تيزكى دابا ملي يدخل في الماء تيزكى لا دابا انا عندي الدراري كيبغيو الروز تيموتوا على الروز الا كان شي عراضه ولا الناس كثار دير باب زايد ولدي بسم الله انا نحلق انت بسم الله دابا العيالات نخليهم حلين فمهم هادشي شوف هادي ماكله يطيبوها الرجال هادي ماشي ديال العيالات الصراحه هاد الاكله هادي بالضبط يلاه اسمع هادي كيطيبوها الرجال حيت علاش ما كاينش داك التخربيق بزاف والله شوف والله تا غادي الا كليتي واكله صافي صراحه عندك الطنجيه بعدا هاد الاكله هادي كيديروها في الخليج بزاف هادي هي الكبسه هو قال لك عاوتاني منين ديك العريق عندك الصغيره ايوا دا بدا الواحد امتلاس دابا هذا كيبقى بحال هكا كيبقى بحال هكا هنايا الماء كافي ولا نزيد الماء ها كافي الماء غادي يبقى بحال هكا دابا غادي نغسلو نغسلو بزاف المرات شويه وعاود يغسلو لا دابا ما بقى نغسل ومن بعد حتى ما كيبقاش هنايا بحال الماء بحال فين تبغي دابا شي ولي سبايا تبغي سبايا ولا هي لا غادي سبايا يلا تبارك الله عليكم خليكم معنا شنو نقول لها سفيان ليتس جو ليتس جو شي واحد جا هادي حل الباب هادي يقدر يكون هذا اشرف هيا شوف الله هنا هما فاطمة الزهراء محمد كرم هاي الوليدات يتوحشوا بعضياتهم الحبيبة ديالي شوف يلا توحشتيها جميلة توحشتيه الله يهدي على بنيتي الله يحفظك فين هو زوجك العزيز ربنا عليه وجيني هاي اختي وعدي اختي ما كنبغيش تبوسيني انا تحت محمد كرم انا تحت ولدي تصور شلط بصيله لبس عليك حبيبي ديتي شنو تديك دابا تتشلط عادي حيت شحال ما كنقول لك عليها هذه دابا تشوفها صافي دابا تشوفها دابا الناس كيشلطوا البصله بواحد الطريقه واحده اخرى كل واحد الشلاط ديالو سبحان الله العظيم انا ما ضحكوش عليا لا 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 كلشي المهم الطريقه ديالك والمذاق ديالك وكلشي ديالك يلا تبارك الله عليك والله نعاد سوت فاتو قلت لي فينا وين قلت لي راه طالع في بخير بابا الله يحفظك بخير على خير اهلا اهلا عزيزي خويا دار كبير دار كبير هذا الله يحفظك الله يحفظك شنو هو سفيان كلهم كاينين تبارك الله عليك شوف سفيان انسى وغادي تعض شي يد ادخل الماكله هذه انا نشوف ما عندك هنا راه عرفتوا شنو كيطيبينا اليوم بابا سي با فري ونتحداك تا غادي نشوف الطياب كيفاش داير وغادي نشوف حداك كيفاش حداك دز منك لا لا كانت خايبه غنقول خايبه حقي هذيك شوف بلي سميت واعر هادشي اللي بغيتك تشوف هذاك اللي جات واخا نعرف كنت خاطير شوف خاطير واخا زعما التصوير تقليد عليك اقسم بالرب الجليل اللي كذبت عليك يلا سي يلا ولدي باضي نقولوا بسم الله صافي يلا دابا يلا نقول لكم اخويا ولدي باضي شنو هو دابا درتي باش نتبع دابا الزويته ها شويه الزويته اييه شويه ولكن دابا شنو كنديروا هو انه كنشدوا هذا الشيء هادو هاد الليمون اللي هو كارم انا بعدا نحيد هادو لان المهم انا ما كنبغيهمش الصرا كديرهم ما تقدرش كتبغيهم ولكن ديك الوحيده الصغيره لا بلاش 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 هذا العيد ياك هادو نديرو غير جويجات نشوف اييه نديرو ثلاثة من بعد يلاه نديرو ثلاثة يلاه سيف هذا ورق سيدنا موسى شحال غادي هاد الوريقات بحال هكا تقريبا واحد أربعة ولا خمسة ديال هذا من بعد ما صناهم عاد باش تنبتو
انا كاسيدي هنايا هاد التويمه بحال هكا هي لوحه بحال هكا هي فهمتي ما تعذبوش يعني ما تعذبوش بزاف ما كاينش التقشار دابا هاد الشيء كتلو فاش كتلوحو كتبقى تميرونجي شويه داك الزويته كيطلق شويه كيعطي داك الجهد ديالو فهمتي اجي تشوف البوبا ديال هنايا هيا نشرب بحال تيندمجوا بعضياتهم فوالا فهمتي عليك ياك ياك اسيدي درت شويه من بعد تنديروا هاد البصيله هادي مع هادشي كامل تقريبا البصله شكون هي انا دابا درت كيلو ونص ديال الرز اذا هنايا هادي ثلاثه ديال البصلات كيلو 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 تحمر كيلو علاش لانه كيلو تحمرات بزاف القضيه المهم كاين فيديوهات بزاف بهذا الشكل غير تحمرات بزاف داك البيوض ديالي كتكون في الروز ما كتبانش ملي كتكون هذه محمره بزاف ما تخصهاش محمره هذه بحال تطلق وصافي لا خصها طيب وشويه تبدا بحال تولي يلا تولي برونز انا اللي تيعجبني دابا في ماماك هي محاض ياك باش ملي نقول لها ديك ليها الطويبه ديال البطيخ تصوب هذه ياك انا جميله ان شاء الله لا انا نجي نصوبها ما كتصدقش العيال غير الرجال داكشي صافي 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 خاص هي ديال الرجال صافي اللي بغى صافي فوق ما بغيت نعيط لولدي اي واحد بغى يعيط لا راجلك على بالو الله اختي تنصوبها لك على الراس والعين عرفتي انا شنو مازال مشي هي طنجيه الله تنصوبها لك تتعجبني ديال بابا الله تنصوبها لك على راس والعين طنجيه ديال بابا تيصوبها ساعه ديال راجلي زوين هيدا 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 دابا هادشي كامل تهنينا منه ما الملحه اللي باقي غنديرو الملحه فاش غنديرو دابا عرفتي شنو غادي غادي نخليوك حتى تشحي مسالا ونرجعو عندهم ان شاء الله مشات دابا صافي هذا هو الجهد ديال هذا هو الجهد صافي كتكون طابت حرات نعم اسيدي يا سلام دابا عرفتي شنو غنديرو شنو نديرو دابا اسيدي غادي نديرو الحيمه فهمتي دابا بسم الله بسم الله كنديرو الحيمه ولكن دابا انا ما عمري درت هاد الكونتيتي كامله في الدار غير خصك تعرف شنو هو هو انه هاد الحيمه هادي كنديروها كنبقى بحال كتشحر كتبقى تدور فهمتي بحال هكا فهمتي على اساس انه خاصها تخبط واحد بحال واحد اللون واحد اللون كيتبدل عطيني شحال قلبي هذا ولدي شتي دابا هاد اللوين هذا اللي كاين هنا كتخصها تولي اكثر من هكا شويه فين وصلتي يا باطي هذا هانت تقريبا شوف اللون اللي كيكون فيه حتى كيولي فهاد اللون دابا ملي كيوصل هاد اللون هذا ايوا تنزيدو عليه ميها المويه تكون دافيه هي المويه تكون شويه دافيه وشحال تقريبا دو الماء وهو تيولي عايم على الحال. صافي طالع عليها تيولي عايم على اللحم وكنزيد واحد شويه ديال زيت العود اييه انا هادشي اللي كندير انا باش تتبعوه بالحرف خاص غادي يطلع واعر ولكن خاصكم ديروا النيه خاصك تكون فرحان خاصك تكون فرحان كنتي كاين النيه هي فرحان يعني ناشط عادي قاضيه فهمتي الحمد لله الحمد لله ماما عافاك شويه زيت العود هي شويه خصني تفضل القياس ديالك
خصني نزيد شويه ماما ديال الماء نجيبو لك جيب لي شويه هاد الشيء اللي خديتيه خديتيه داك القرج اللي دافي ما بغيتش ناخذ الطاي قلتي هي دافي شحال تزيد العاد واحد نص كاس ياك نص كاس مزيان نص كاس الا كان زعما هاد الكونتيتي اييه داك الشيء على حسب شحال كاين ديال اللحم وديال فوالا دابا ملي غادي نكملو غادي نزيد شي شويه الماء ويولي عايم عليه اجي باش تشوف كيفاش هنايا شوف هنايا باقي خصني نزيد شي شويه باش يكون شويه عايم على اللحم فوالا يتغطى في مغا فوالا يتغطى غادي نسدو عليه دابا حيت هذا بكري تقريبا واحد 45 حتى 45 50 دقيقه على حسب اشن بلاصه خدينا منها اللحم دابا اللحم ديالك غير شات يكون شويه طب حنا شوف نعطيو له ساعه كاع كلها 55 دقيقة هي ساعة صافي باش الواحد يكون مبين لله الصيف هادشي مازال مقبل يلا تبارك الله على وليك الله يحفظك ويجزيك مرحبا بنتي الحبيبة ديالي لالا سارة طايري ودابا عاد عمرت عليا الدار وليت الله يحفظكم وفينا هو حمزة لا لا بنتي تجمعوا الخبز كامل تبارك الله مرحبا الله يبارك فيك الله يحفظك الحمد لله نهار كبير هذا وجودكم وجودكم يلا تبارك الله عليكم وكل ما كانت صيدات الوالدين باغي ياخذ سيدي بدر كان يقول يوقف هاد الوقفه في الكوزينه دابا عرفتي شنو دابا طاب ايه دابا طاب دابا طاب نعم سيدي دابا غادي نديرو ديك الطريفات ديال اللحم غادي نهزهم ونديرو بحال هكا ايه زعما بوحدهم نخليو هاد الماء بحال هكا هالا كنسكتوه نشوفو كيفاش كيمشي الفكره هو انه دابا الفكره هو انه غادي خصنا هاد الحيمه كامله نحيدوها من هنا ما تبقاش زعما اللحم يبقى حتى طرف اللحم مزيان هنايا لا الحيمه طابت تبارك الله زوده اجي نسولك واش هاد الاكله هي اللي كي الخليج دول الخليج كيحطوا عليها الجمل الجمل وكيجلسوا في الايض جلسوا في الايض في الايض كيجلسوا هذيك هي الجلسه الواعره وهما عندهم هذيك هي الجلسه الحلاوه هي هذه هذه راه بحال تقول من وما كياكلوهاش بالفورشيط ولا المعلقه كياكلوها بيديهم هما بحال كسكسو وداك الشيء بحال كسكسو التيب التيب هذه هي حيوميات دابا من بعد ما غنحيدوا هاد هاد الحيمه هادي غنشوف هنا الرويزه دابا هادي شوف كيفاش ولات ما بين ساعه ساعه وربع هادي بحال كتطلق في داك الماء بحال كيطاب وتغسل مزيان وكتغسلو مزيان حتى كيولي كيبان الرز لداك عرفتي شكون ديال دابا داك الوريقات اللي كنت درتي الوراق سيدنا موسى وداك الهيل اللي درت كلشي كنحيدو فهمتي ما كنخليش هنايا كله كنديرو هنا وريقات سيدنا موسى وداك الحويندات وداك سميتو داك الثومه كلشي حيدو في الماء داكشي فهمتي صافي طلع صافي دابا علاش دابا حيت المرحله الثانيه شنو هي المرحله الثانيه هو انه هاد سميتو انه كيكونوا قلال هاد المويه هادي الا نديرو فيها هي فاش كتسلق الرز دابا هذيك المويه اللي صفينا من هذيك اللي صفينا من هذيك الحويضات وديك اييه ديك الهيل وراك سيدنا موسى دابا كتخلي نفس الماء وداك الشيء وكتزيد عليه الرز وهذا كيتصفى مزيان داك اللي كنا خليناه في الماء بسم الله فاس كنقول لك واحد المعلومه ماما هو خطر معروفه باللي العيالات كيطيبوا وكذا وداك الشيء ولكن الراجل فاش كيطيب شي حاجه كتكون ولابدة خطيره وكتكون لذيذه شوف ملي كتكون خارجين شي خارجه وزوافريه كيطيبوا شي طاجين في الغابه ولا شي حاجه كيطلع واعر فعلا فعلا
ايوا والله الا خطينا عليكم وخلاص. المساله مهمه هو انه ملي كدير الروز دابا دابا كيخصك تبقى تحرك فهمتي ياس شوف تبقى تحرك بغيت نحرك هكا الله يخليك. عافاك التحريكه ديال الغاجل كتكون عاود شكل خطا اخر الله يخليك. حيت العيالات لا داول كي حاجه وحده كيقول لك حنا يصاوبنا كل شيء انا كنعرفهم. كيخصك تحرك مزيان تبقى تحرك تبقى تحرك تبقى تحرك على اساس انه داك الروز كي باش ما يتحببش باش باش ما كيتحببش باش كامل كيشرب ديك البصله وديك البقا وديك الشيء و ميم طون الا بات لك اللي باقا شي ورقه سيدنا موسى ولا شي حاجه كتزولها كتعاود تحيدها وفوقاش كتسد عليه ملي كتبدا عاوتاني بحال كتغلي صافي كتبدا تغلي. ها هي ورقه سيدنا موسى كيخصك تبقى تدور تدور مزيان وفوقاش كتسد عليه ملي كي صافي كيبدا يغلي كتسدو باش حتى الفوق يطيب. الناس منين يختاروا هاد الحمام من طلعه ولا فخاط ولا شنو منين من احسن زعما اللي كتجي مع الطويل؟ انا دائما جيت داك جيت فوالا بلاصه كوتليت ياك انا من نورمال اي حاجه اي حاجه تجي اللي يدير هذا الصراحه اللحم كيما جا كيما المهم الحم عطيتي حماق على اللحم هذا اللحم طويل ما يكونش ديك الناش. انا تيعجبني داك اللي كيكون فتي بحال من الملوجه شي حتى الملوجه يجي واعي حيت معك كتبغي دغيا فهمتي خوتي. يلا خليكم معنا حبيبي ليتس جو تدخل الحمر دابا عاد دخلها لا باش نخلوها خويا تبقى حاضيه هي تشوف هاد الحمر تحيدها تحيدها ايوا نحلو عليها ان شاء الله انا نشوف تكون صافي ان شاء الله كنتمنى من الله خير نشوف الرويزه سبحان الله على عادها هذه هكا الرويزه كاينه ودابا عاد غادي كتفرش كنتي كتفرج في الطويزه وكتحط تتفق من الحيم ديالو ان شاء الله. يلا دابا وليدي شنو هو في هذا الحامض دابا شنو هو الدور ديالو؟ هذا سيدي هذا نسيتو هذا نسيتو نورمالمون فاش يلا كتحط كتحط الروز فاش كيبدا تتخلي شويه كيتسبق بقى هذيك هذيك الماء اللي كيكون عايم عليه قبل ما كتسد عليه وتقفل كتلوح طريفات ديال الحامض بحال هكا عاد كتقفل كيف كيطلق واحد الحموضه. حنا دابا ما درناهاش غادي هي نديرها ونعاود نسد عليه داك البخار يرجع عليه شويه صافي. ندير غير بحال هكا ثلاثة نسد عليه طاحت شويه شويه بيد ما جبدنا الحمام على ما يتبدل الحمام هي تطلق داك هي هو راه ما يطلقش مزيان حيت ملي كيكون كيطلق كثار ملي كيكون دابا مازال البخار فيه ومازال صافي في واحد جوج دقائق ولا ثلاثه دابا حيدتي هاد الحويمضات اييه بسم الله نعاونك. الله 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 دوك الطيفات عرفتي شنو هو صراحة والله القسم إلا شهيتيني دابا هاد الأكلة شتي يقولوا لها الكبسة 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 هادي هي الكبسة ياك أجي لهاد الجهة لهي والله يدينا وديك الحاج والحاج الله ينعل الشيطان تنحطو كلشي لا خليه نقلو المليحة هي هذيك الله يعطيك الصحة الله عليك. ما بقاش عندنا الصباغ يا سيدي بارك صافي سيدي صافي السخونية جاتني مورايا
هذيك الحيمه في الفران صافي. المهم اخوتي نبغي نقول لكم ملي داك اللحم اللي كان فوق من البوطاجي كيتخشى في الفران على درجه شحال سخونيه وصافي ما حطوه يسخن وصافي. الله يلا يرحم الوالدين. دابا نجيبوا لكم الله تعطيكم واعره هذه الاكله نجيبوا لك الطاوه الله يتعجبكم هذه الاكله هذه كتبغي في الويكاند. اي واحد كيتفرج فينا شي مرا كتفرج فينا وداك الشيء توري لها لراجلها باش يولي صوب عليها في الويكاند وينوض الامبيونس زوينه. ايوا هذا الشيء اللي كاين اخوتي صافي. نجبدوا الحيمه صافي نجبدوا الحيمه يلا يلا عرفتي شميت الريحه ديال المحمر في راسك انت ماما ماما هو عرفتي هاد الشحينه هادي دابا سخيخنه عرفتي ماما جاتني بحال الريحه ديال المحمر اللي كتصوبي لنا. ايوا الصراحه حتى هو كيدخل للفران. يا سلام دابا بابا غادي يصطفو بحال اللي تيصوب في طابلو دابا. الغليظه انت ما تعرفي تصاوبي هادشي شوف كي مجلخه كلك. لا اله الا الله ساره غتلقى هاد الشحيمه هادي غتهزها هي الاول باش راجلي طيب بحال هكا راه شوف الرجاله كيطيبوا احسن من العيالات كيفاش راجلي طيب هكا كاينه اكبر شوفي هادشي دغيا نسلك معترف به شوفي اكبر اللي شاف اكبر اللي شاف رجال ماشي عيالات من اكبر اللي شاف كاينه ولا لا ولا عليكم كل مراه وكل دار قول لهم وراجل تا هو مسكين الله يخطى عليكم مالك مسكين باطل مسكين مسكين يا سلام هذا اه غنديرو بحال دابا نورمالمون لا سلطه تكال هي الاخرى اييه اه هذا سهل ايوا شفتي ما كنتطوروا ماشي بحال لا لا بالك مريضه ماما عمرت لك الكوزينه بالماء شو كي كتكبل الماء شو ماما لا فائزه لا فائزه لا بقى شي تجيب فمك وتبلاتي بلاتي وشتي اختي ها انت شو تحرقتي يا سيدي بابا شديتها شديتها شوفي شو يديك عامره شو تليفونك عامر الايفون عمر لك التليفون هي السبب وي لا خسر غادي تاخذه حاليا انا الوالده ناخذ لك كلشي ليليا وكتصاب الماء نارينا ماما قلبت كل شيء في لايف فيزا عطاتها القاعة حيد لها الكاش نشرب نشرب عطيني نشرب والله ما تكب عليا شوفوا حبايبي قبل ما يجي بابا نقولوا له كل شيء خير صافي خيب 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 اوكي صافي اوكي يلا سلام تبارك الله على سيدي بابا على بدر الطويب التاج هادشي خاطئ ما شاء الله هادي الحاجه اللي صارت عافاك الله وراك يلا ادخل لحمزه دابا غنقولوا الحقيقه غنقولوا الحقيقه بلاتي ندوقوا فايزه ذوقي فايزه ذوقي هي الاولى ما فيش القرفه نهائيا ما فيش القرفه لا صاحبي اللي عشبه اخرى يلا زني شويه مسوس انا بابا شويه مسوس انت جاك مسوس انا شويه جاني مسوس اه غندوقو فينا فينا هي فاطمة الزهراء ما عندوش معاها انت مالك خصيتي سيف جاني مجهد في ما في ديدان بزاف ها هي ديدان زعما ماشي الخدمي هذا لا انا حلفت نقول بصراحه هو الحيمه طيبه مزيان ولكن الروز فيه فحل فيه ديال مول الفول شتيقول انت يا ساره شتيقول طيب انا اول مره ما صايبها زوينه اول مره ايوا ودابا هاد المره واقيلا الروز حيت كثير ما قادر الروز الا كان كم دابا صحاب الله تواعد دوي دوي زعما شوف باينين باينين مسيكين جمعتي داكشي ديال خاطئ انا تيعجبني كيعجبني الانسان الثقه في النفس كيعجبني شي واحد يكون شوف انا دكتور عرفت شنو كاين علي بدر بارك الله على بدر علي بدر علي صراحه صراحه كنبغي ننصح اي واحد زعما كيف قلت الويكاند هكا العيالات رجالاتهم يصوبوا هادشي في الويكاند هكا مع وليداتهم وهادي والله القسم الا واعر ندخل نشوف الماكولات ديال العالم تنشوف الكويت السعوديه اليمن
تيحطوا هذا الكبسول تيشير حتى انا كنشهيه. لا ولكن عرف بلي فيها انواع. انا كاين بعض الكبسات اللي ما كيعجبونيش فيهم العطيه مجهده. انا هذه اللي دقت واعره خفيفه وزوينه. الله يعطيك الصحه وتبارك الله عليكم. انا عندي واحد الصديق ديالي كان ديجا صوب. ما تنساش بان المغاربه يموتوا بطولات العالم في الطبخ. كاينه ولا لا؟ عندهم التوابل في الديو. انا سفيان يا كسفيان. اي بغيت ناكل لنا الكبسه ولكن والله ما عجبتنا هذه. لا ما زوينه شحالتها هذيك. ولكن شكرا الزوج. شوف هي نورمالمون تتكل بلا خبز ولكن هذا الخبيزات اللي بغى ياكلها. واخوتي صافي سالت الكبسات الله يعاونكم. صار هي وبادر في اللحم. لا اله الا الله. اللهم بالسلامه عليكم وتبارك الله عليكم حبايبي. الله يحفظكم ويجزيكم. منك باح وفضل بلا بيك انا وحل. لمرات نتيد ويفشن بتكوني حدايا تصلي وتدعي معاك.